فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن تعطى الزكاة لرجل محتاج يصرفها على نفقة سفر أهله من التذاكر وغير ذلك؟ هل يجوز أن تعطى الزكاة لرجل محتاج يصرفها نفقة سفر أهله من التذاكر وغير ذلك؟ ما دام أنه محتاج وفقير ولا يقدر على تذاكر زوجته تعطيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن تدفع الزكاة إلا إن كانت تسافر بدون محرم فلا تعطيه، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم.